أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نبائكم، والذي نأخذكم فيه بجولة على أبرز المواضيع تداولا على مواقع السوشيال ميديا. أما عناويننا لهذا اليوم هي كالتالي: في الحدث الأبرز تباين الآراء حول الدعوات المنادية للخروج يوم 25 من سبتمبر. أما في الخبر الأكثر قراءة: الغويل ينفي نيته تسليم الحكومة لقطيط. وفي الترند العربي والدولي: الحكومة الأمريكية تأمر بإزالة كاسبرسكاي من أجهزة وكالاتها. ومن العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ بحدثنا الأبرز لهذا اليوم، حيث تباينت الآراء حول الدعوات المنادية للخروج للساحات العامة في 25 من شهر سبتمبر الجاري بين مؤيد ومعارض لهذه الدعوات. وكان المرشح السابق للحكومة المؤقتة عبد الباسط قطيط قد دعا عبر كلمات مصورة نشرت على الفيسبوك، دعا المواطنين للخروج للساحات المطالبة بإنهاء معاناة المواطنين من نقص في السيولة وانقطاع للكهرباء والمياه. هذه الدعوات لقت صدى واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مرحب بهذه الدعوات ومعارضا لها. نستعرض كالعادة وإياكم بعض من التعليقات على هذا الموضوع، بداية من نافذة الفيسبوك. ونقرأ بداية تعليق أبو بكر العمري، والذي كتب: إن كانت دعوة الخروج يوم 25 سبتمبر هو إزالة معوقات إقامة دولة القانون مثل خليفة وفايز وعقيل، فإن مع هذا الخروج قلبا وقالبا. فيما علق محمد فؤاد: لو أن أحدا من الأسرة السنوسية كانت لديه شجاعة أو روح المغامرة التي لدى قطيط لكان أولى بالأتباع. فيما علق علاء شنيبة: لسنا مع الأشخاص ولكننا مع تحرك الشارع وتحسين الأوضاع التي أصبحت كارثية. وإلى تعليق عبد المنعم شكاب، والذي كتب: سيفشل لكونه ليس له قاعدة وكلامه كله وهم، وأن غدا لنظيره قريب وليبيا لن يحكمها مستورد. ومن الفيسبوك إلى التغريدات على تويتر، بداية من تغريدة طارق، والتي كتب: انتشار شعارات مؤيدة للسيد عبد الباسط قطيط في بنغازي. فيما غرد محمود عبد الهادي: سياسيين ما هم إلا ممثلين بأدوار مختلفة تحركهم قوى خارجية وأحيانا كومبارس، وقريبا دور البطولة من نصيب قطيط. فيما غرد بن المعين: قطيط مداير شغل كويس، خلي المتصارعين على السلطة وعباد الكراسي وسارقي أموال الشعب في ليبيا. وإلى تغريدة لجين شقلوف، والتي كتبت: الغويل ينفي تسليم قطيط وفي حراك من الأحرار يوم 20/9. ومن التغريدات إلى بعض الصور التي كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنادي بالخروج يوم 25 من شهر سبتمبر. وإلى ملفنا الثاني من نبائكم والأكثر قراءة عبر موقع النبأ دوت تي في، وكان لي خبر: الغويل ينفي نيته تسليم الحكومة لقطيط. حيث نفى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل الأنباء المتداولة عن نيته تسليم الحكومة للمرشح السابق للحكومة عبد الباسط قطيط. قال الغويل في تصريح خاص للنبأ أن تلك الأنباء هي إشاعة مغرضة، مشددا على أن السلطة التنفيذية لا تسلم إلا من خلال الأطراف الشرعية التي لا تتعارض مع القانون. أتابع رئيس حكومة الإنقاذ أن سبب الفوضى الحالية هي المشهد أو في المشهد هو تجاوز المؤسسة الشرعية المؤيدة بأحكام القضاء الليبي وفق تعبيره. كان عبد الباسط قطيط دعا الليبيين في أواخر يوليو إلى الخروج في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس في 25 من سبتمبر القادم للوقوف إلى جانبه احتجاجا على الأوضاع الراهنة في البلاد، مشيرا إلى عزمه الحصول على اعتراف بإرادة الشعب الليبي كما تحصل عليها المجلس الوطني الانتقالي إبان ثورة فبراير بحسب تعبيره.
ومن الموقع الرسمي إلى صفحتنا عبر الفيسبوك. والأكثر تفاعلا كان للخبر العاجل عن تصريح جيلا صالح للنبأ: نرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، وتحصل على ما يقارب 500 لايك كما نشاهد. أما إلى الأكثر مشاركة لهذا اليوم كان منشور موقع بريطاني يكشف علم أمريكا بدعم الإمارات العسكري لحفتر كما نشاهد هذا الخبر. وإلى الأكثر مشاهدة وحديث المتحدث باسم وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة محمد الغصري للنبأ عن إعلان إيطاليا الاتفاق مع الحكومة المقترحة على إرسال بعثة للجنوب الليبي، وماذا قال في هذا الشأن لنشاهد معا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا ما سمعنا مثلكم عبارة عن معلومات أو أخبار في وسائل الإعلام، قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة. لم تصدر حكومة الوفاق أي تصريح في الأمور هذه، ولكن إذا قلنا بأن الخبر صحيح فإن هذه القاعدة تكون لمحاربة الهجرة غير القانونية، وهذا هدفها الرئيسي وليس هدفها الرئيسي ليس هدفها محاربة الدواعش أو مراقبة الدواعش. طيب، لكن يعني هل نفهم من كلامك أنكم في وزارة الدفاع، والتي من المفترض بحسب تصريحات يعني بحسب ما قاله مصدر ليبي رفيع المستوى لصحيفة عربية، بأن هذا الاتفاق بين وزارة الداخلية الإيطالية وبين ليبيا جرى بحضور مسؤولين من وزارة الدفاع؟ كيف يعقل أنك مثلا حضرتك من وزارة الدفاع ولا تعلم بشأن يعني ولا توجد لديك تفاصيل بشأن هذه الاتفاقية؟ والله ما تستغرب شيء في دولة ليبيا يا دويبي. بالتأكيد أنا ما عنديش أي معلومات، ما تواصلتش مع المركز الإعلامي لوزارة الدفاع في الأمر هذا. زي ما قلت لك ليبيا توقع كل. ونذهب وإياكم إلى الترند العربي والدولي، حيث الحكومة الأمريكية تأمر بإزالة برامج كاسبر سكاي من أجهزة وكالاتها، إذ أمرت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية الحكومية بإزالة جميع برامج كاسبر سكاي لاب بسبب المخاوف الأمنية، وذلك بعد الاشتباه في تورطها بالتجسس على أجهزة الكمبيوتر لصالح الحكومة الروسية والكونغرس. استدعي مدير شركة كاسبر سكاي للتحقيق. أعربت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية في بيان هذا الأسبوع عن قلقها إزاء العلاقات بين بعض مسؤولي كاسبر سكاي والمخابرات الروسية والوكالات الحكومية الأخرى، كما أشارت إلى المتطلبات بموجب القانون الروسي التي تسمح لوكالة المخابرات الروسية بطلب أو إجبار كاسبر سكاي على مساعدتها واعتراض الاتصالات التي تعبر الشبكات الروسية. وردت كاسبر سكاي بسرعة على ذلك قائلة إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. قالت الشركة في بيان: ليس هناك علاقات أو انتماءات غير أخلاقية مع أي حكومة بما فيها روسيا. وأضافت أنها لم ولن تساعد أي حكومة في العالم في التجسس السبراني أو الهجمات السبرانية. أما الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فقرة هذه النبأ ولقاء مع الزميلة سعد الهمالي منتج برنامج السابعة، والحديث عن ما سيتناوله البرنامج لهذا اليوم، لنتابع سويا. طبعا في برنامج السابعة اليوم زي العادة عندنا ثلاث ملفات. الملف الأول حنحاول نوصل لحقيقة الخبر اللي نشرته الصحيفة الإيطالية أكي حول وجود قاعدة إيطالية في الجنوب الليبي، وطبعا الخبر لازال بين التأكيد والنفي، صدر ما يشبه التكذيب له، لكن ما زلنا نحاول تتبع الخبر. عندنا الملف الثاني قصة شاب ليبي قتل أمه ودفنها في الجردينة بتاع الحوش من حوالي سنة. فالسابعة تمكنت من الدخول ودور التحقيق مع الشاب اللي حكى القصة كاملة يعني. عندنا الملف الثالث اعتباره دائما يكون السابعة تتبع نظام المجلة اللي فيها كل المواضيع بين أكثر المواضيع حداثة وقوة إلى المواضيع الأخف والتي تتناول الثقافة الليبية من جوانب أحيانا طريفة وأحيانا جدية.
فاليوم حيكون الموضوع شوية طريف أن زوج شباب ليبيين عايشين في أمريكا في نيويورك تحديدا طالعين بنزي ليبي ويحاولوا يتعرفوا على ماذا يعرفه الشعب الأمريكي عن ليبيا وعن الليبيين. فالموضوع كان شوية طريف، ليبي يعرف شن يعرفوا علينا الأمريكان يكبر العسل علينا. مشاهدينا الكرام، بهذه النبأ نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا أنه بإمكانكم متابعتنا عبر فيسبوك وتويتر وتليجرام، كما أيضا يمكنكم متابعتنا عبر موقع نبأ تي في. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.